هذه مقابلة تحضيرية تروازيام ماتش اللي لعب اللي قمنا به. من اليوم شفنا لعبنا مع فريق مودي طهران بون شي بلان كلاسمون ناسيونال بيل وكاع، بصح ما شفتش بون ايكيب تاع مولودية. نظن ادينا مقابلة جميلة، مانيش عارف باسكو حنا اونيتي سوبيريور ولا المولودية كانوا فاب. المهم حنايا حضرنا المقابلة وكان عندنا مشكل سي بلون اتاك، سجلنا 5 اهداف. هذا حاجة اللي تسهل لنا ان شاء الله باش نأدوا المقابلة الآتية مع لو بروشان ماتش كونتر رائد قبة. وشفنا كذلك كان عندنا دي جوار ما شفناهم اليوم، ما هي لوكازيون اللي شفناهم وادوا مستوى لاباس. انا ما عرفتش كيفاش، جي با كومبري كومون انا ماركي 5 بوت في ضرب قليل. وظن ما عرفتش لا كان الهجوم تاعنا كان بمستوى ولا كان الدفاع تاع مودي طهران اللي ما كانش اورغانيزي. المهم حنايا سيتي الموتيفاسيون لي جوار على بالك، سيتو لي بيوت. لي بيوت حاجه سي لا بلي ديفيسيل في الفوتبول، كون تي مارك دي بيوت تولي لي فينابيتي. وحاجه حبستنا اليوم شفنا ان اتاكون اللي عمرنا ما كانش يلعب، زكي بن يحيى سان جوار ديكسبيريونس، شفناه اليوم سجل هدفين. وكان فاني تروازيام بيت، هو اللي طال لا بال تاع تروازيام بيت. نظن شنقول لك اليوم شوي تري كونتون لا بريستاسيون اللي داروها نوتر ايكيب اليوم. ان شاء الله راح تعود علينا بالحاجه ايجابيه ان شاء الله في لي بروشان. ترجمة